ارمي الصباح وادفع لك تمن. صباح الخير يا عدولة، مالك يا فوز؟ ميتنا معكرة ليه من امبارح؟ أنا ميتي صافية وزي الفل. شوفي انتي بقى بحورك ايه عكرها. خش عليا دغري وفي السالك، انتي عارفاني ماليش في اللت والعجن. مالك يا فوز؟ أروح أشوف مالي، عتبتي أبرك من الكلام في الفاضي. إياك موضوع سعادة ده حزز في نفسك. اسمعي مني يا فوز، خليها تيجي مننا. شدت خلاص عينيه زاغت، واللي ما خدش سعادة هيجيب واحدة غريبة. يبقى العقل بيقول اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. على جثتي يا عدولة، مش فوز أخت الجنتل اللي تدخل عليها ضرة من وغش السوق. أنا على العهد من ساعة ما دخلت عليك البيت، أنت المخ وأنا الحركات. أنا المخ وأنت الحركات، وهي تغسل الشربات. بقى كده يبقى عليا وعلى أعدائي. عدولة، فرقنا دقرف وانت على غير الحجر. رجلك خدت على عتبة سعادة. ما هي واكلة المستهبلة وبتطلبت في دفع النقدية في بيتها يا شداد. ما انت خلاص عقدت النية تجيب التالتة، وانا قريتها في عينيك. وانا برضو في حد يملى عين غيرك يا عدولة. قلتها لي يوم ما بلفتني عشان اتجوزك. مفيش واحده من بنات حوا هتملى عيني يا عدولة غيرك. ومن يومها وانت رمرم وعينك زيغه، وكل يوم مع واحده من بنات حوا. مش انا لازم ادوق الصنف كله عشان اثبت لك ان اللي مالي عيني انت يا عدولة؟ خد عينيا بس ما تشغلش دماغك عليا. هجوزها لك يا طفص، أصل أنا عارفة صنف الرجالة، عقلهم زي العيال الصغيرة. مادام حط عينه في حاجة يبقى مش هيبرد إلا لما يدوق منه. بس لازم نستفها صح عشان فوز. وهي فوز مالها؟ هتتدخل في شرع ربنا؟ الشرع حل الأربعة. وأنت سايب شرع الله كله وماسك في الأربعة؟ خلاص يا عدولة؟ اتفق القط والفرع على خراب الدار؟ ماشي يا شداد، عليا وعلى أعدائي. بس خلي بالك، أنا لما بقفل من حد برمي المفتاح، ومن هنا ورايح. في تقدير في بقاء، مفيش تقدير إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الفل. صباح الكيت. تعالى تعالى يا ابني يا حبيبي، يا نورت الحتة ونورت السوق. هات الكرسي وتعالى. ايه طقم الحنية اللي فرشاها على الصبح ده يا فوز؟ ما اسميش فوز، ومن هنا ورايح ما اسمعكش بتقولي كلمة فوز. تقولي يا ماما ولا اكتبك في صفحة عدويني؟ يا ماما هروح اخد بخاطر المعلم رحومه. انا اسمي ماما، واللي هناك دي تقول لها يا مرات يا ابويا يا عدولة. حاضر يا ماما. بالاذن يا ماما. بقيت ماما دلوقتي؟ مال وشك ورد كده وخدودك احمر؟ عاملها بالحنيه، الستات ما بتجيش بالمرازيه. ويلا شد حيلك بقى، عايز افرح بيك. لا
ما يصحش ينحيل لك ظهر طول ما ظهري مسنود في الدنيا دي. كتر خيرك يا معلم عنتر، مواكبك كترت معانا. هي ما تقوليش كده يا ست الكل، احنا متربيين مع بعض وفي حاره واحده، بس انت عارفه التجاره وعداوتها هي اللي عكرت بحور العشره اللي ما بينا. المهم دلوقتي طمنيني على المعلم بشر، هل قطعت النيه؟ هبعت الدكتور تاني يطمني عليه. احنا ملناش بركه الا هو. وبعدين يا معلم عنتر اخرتها ايه؟ خلي اخرتها لما تيجي اخرتها. ايه ده؟ سيبي الايام تشوفك عنتر اللي ما شفتيهوش لحد ما نلاقي الرضا والقبول، وساعتها اللي تأمري بيه. سايب عتبتك واقف هنا ليه يا عنتر؟ صباح الخير يا ده. صباح الخير يا بسيم، عاش من شايفك يا اختي. هتعيشي وتشوفيني صبح وليل، اصل انا نويت والنيه لله. بعد ما المعلم شداد ياخد محلكم افتحوا عتبه ليه وخطي في حر التجاره، ومنها يبقى عيني على عنتر. حكيم يا اختي انت فاهمه، الرجاله عقلها صغير وايه حد يضحك عليهم. اكتمي يا بسيمه بدل ما اكتمك بيمين طلاق ينزل على راسك قدام الناس دي كلها. ومال راجلي ويحق له يعمل فيا اللي على كيف. سماوي سماوي. ايوه يا معلم عنتر، خدها مننا. ايه يا بسيمة عاملة دوت ليه على الصبح؟ تعالي. ليلت ايه على الصبح؟ انا اسف، حقك عليا. يحق لها يا معلم عنتر، الست برضو على ذمتك، وانت يا اخويا وقفتك على عتبتي كده عمال على بطال، وحشة في حقك وفي حقك. بقول لك يا معلم عنتر، ادام انت بتقول كده انك صاين العيش والملح والعشره، كمل جميلك بقى وحل عن سمايه. انا مش ناقصه زفاره لسان بسيم، حل عن سمايه الله يسعدكم ويبعدكم عنه. المعلم عنتر عفاريت الدنيا بتتنطط في وشه، هد الست بسيمه شويه يا معلم، خراب البيوت مش بالسهل يا ناس. لا لا، انت تروح تجيب كرسي وشيشه وتعالى جلسنا وشعليله، في ايه مالك على الصبح؟ ها؟ بتقول حاجه يا معلم؟ اصل بطاريه السماعه بتفضي شحن. امال لو مشحونه كنت عملت فينا ايه يا شعليله؟ كنت سمعتنا في بيوتنا؟ سرينه القطر بتبقى جنب ودنك هتصويرها ومش عاوز تسمعها عشان مزاجك، تاكل على الله على الصبح يلا من هنا. غريبه